الرابع من أركان الإيمان ما هو؟ الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون. ورسل لا يكذبون. وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم. الله سبحانه وتعالى لفواتشوال وأيدهم بالآيات. الله ما تناكر ستواتشوال بما يوانا تأمر نقرفتو أدوا الأمان التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى عليها. الله سبحانه وتعالى يتعلباتشون آمانا هم يدرس بات عدلسوا نصح الأمة أكمل نصح هزباتشون باتت علي بمولو مكرا وبلغوا لم يكتموا شيئا عادل سوال عندي تنمال دبقون وجاهدوا بجميع أنواع الجهاد تقلي تبالاً غلا بملا تقلوها. نؤمن بأن أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام يا نبيات مجمريا آدم اندهنا إنا من أدن وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام يا رسلات مجمريا نوح اندهنا من أدن وخاتم الأنبياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يا نبي عليه الصلاة والسلام يا نبيات واتشم يا مرسل واتشم مدم دميا اندهنا من أدن كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كاذب وكافر كفر أكبر نبياتكم كما تبوها على صلى الله عليه وسلم أن يا رسولنا وإن نبينا يملك لك هادنا وكفر كسلمنا من تقبل ويمي وضع نؤمن بهم بأن سلنا من الله وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم سمعت شون بنقرنا إنا من الله وصفاتهم بهارياتك شون بنقرنا إنا من الله والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها للناس يتسطوا تأمرات الله بالنزيع منا من الله والأخبار التي جاءت عنهم كالناس يمتعون موريوات بمولنا من الله نعيد مرة أخرى الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دقان يا أولي دقمون أوط الدنيا استمرهتهم عبيد لا يعبدون يا الله باريات ناتشو عيم ملكو رسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام ملكتن ناتشو عيستبابلوم وأن الله أرسلهم الله لكواتشوال وأوحى إليهم ودنسوا وحي أردوال وأيدهم بالآيات بما يهونا تأمر ستوى تناكواتشوال أدوا الأمانة أماناتهم توطى ونصحوا الأمة هزبات شاور مكروان وبلغوا البلاغ المبين قلت وانا ما عبراراتنا عبرارتو وجاهدوا في الله حق جهاده تجابيون تقل تاقلوان نؤمن بهم بأن السنة من أدن وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم سمات شون زرزر وينقرن مننا من أدن وصفاتهم بحارات شون مننا من أدن والآيات التي أدوم الله سبحانه وتعالى بها بالنس ليب يندن دچو يستاتچو ما سامنيا ما گجا تامرات انا من بتاد والاخبار التي جاءت عنهم كالناس يمطون ولا وري من امر بتاد وان اول الانبياء نوح عليه ادم عليه الصلاه والسلام نبي مجمر ادم اندهنا انا من الله واول الرسل نوح عليهم الصلاه والسلام يا ملائكتن وچرسل وچ مجمر نوح اندهنا انا من الله خاتم الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام صلاة كل باريات يسبسبوا نبيات رسول نبي دهون مدم دمي عن دهون من الله من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كاذب وكافر كفر أكبر نبيات كما تبوا على نبينا يعلى بمتى ويرسلنا يعلى بمتى كهادنا وكسلمنا من تقبلوا يمي وطا كفر الأكبر